دكتور صالح المياح، رئيس فرع العراق للاتحاد العربي الالكتروني، نرحب بك دكتور ويانا بهاي جولتنا من تلفزيون الصويره في منطقتنا الصويره ان شاء الله. شكرا لك ولتلفزيون الصويره على هذه الدعوه حقيقه للمرافقه وتغطيه الانتخابات او هذا العرس الانتخابي ان شاء الله، اللي نامل ان تكون فيه نتائج ايجابيه ان شاء الله بمشاركه واسعه. املنا بكل اهلنا وناسنا اللي ينادون بمساله التغيير ان يحضروا الى مراكز الانتخابات والادلاء باصواتهم من اجل التغيير ان شاء الله. لاحظنا اليوم يعني نسبة المشاركة لا تقاس بأمس، أمس كانت نسبة المشاركة بالانتخابات أو ما يسمى التصويت الخاص في بابل كانت 73%، في واسط كانت أعتقد 69%، اليوم نسبة التصويت بالتصويت العام يعني قليلة جدا لا تتناسب بحجم وهمة أهالي الصويرة. نتأمل من أهالي الصويرة كنداء مباشر لأهالي الصويرة المشاركة بالانتخابات وانتخاب من هو الأصلح للتمثيل بمجلس النواب حتى تكون انتخابات، خاصة هناك يعني مراقبة عمومية، مراقبة دولية موجودة على كل مراكز انتخابية. لهذا ندعو كل أهلنا وناسنا التوجه إلى مراكز انتخابية والتصويت بإدلاء أصواتهم لأي مرشح يرونه مناسبا لتمثيلهم في مجلس النواب القادم إن شاء الله. دكتور احنا نشكرك جزيل الشكر بمرافقتنا بهذا التقرير المصور من إذاعة وتلفزيون الصويرة. شلون شفت يعني إقبال الناس على المراكز لحد هذه الساعة، وشنو توجيهاتكم أو نصائحكم للناس لانتخاب الأصلح؟ والله هو يعني نسبة المشاركة حسب ما عرفنا يعني من خلال متابعتنا مراكز انتخابية من الصبح لحد الآن إلى حد قبل نص ساعة كانت نسبة المشاركة شبه معدومة. الآن بدأت الناس يعني مع انخفاض درجة حرارة الجو وانتهاء الأعمال بدأت الناس تتوجه لمراكز الانتخابات، بدأت الحركة موجودة. حاليا تقدر نسبة المشاركة بين 25 إلى 27%. في أغلب قضية ونواحي واسط، وهذه النسبة حقيقة لا نعول عليها في الإعلام أن تكون هذه النسبة، خاصة اللي ينشدون مسألة التغيير يجب أن يكون نسبة الحضور توجه الناس الناخب يجب أن يكون له وعي كامل وإدراك. عندما لا تحضر لمراكز انتخابات لم تدلي بصوتك أكيد سيبقى من هو باقي ولن يتغير شيئا، لكن توجهك إلى مراكز الانتخابات وإدلاء بصوتك يعني هو اللي راح يغير من خارطة مجلس النواب بشخوص الناس اللي موجودين. ندعو الناس كرر دعوة نمرة الله أهالينا في الصويرة للتوجه إلى مراكز الانتخابات ودعوتهم للمشاركة من أجل التغيير إن شاء الله. لا تزال الفرصة يعني قائمة بالنسبة للناس اللي لحد الآن يعني عازفين عن الحضور. أكيد. نعم. بعد قدامنا حوالي ساعة وشوية يعني قادرة تقلب موازين يعني إذا ندعو الناس للحضور والمشاركة بهذا العرس الانتخابي لتغيير الواقع اللي عاشه بلدنا خلال هاي الفترة السابقة. ندعو الناس من خلال تلفزيون الصويرة. السلام عليكم. السلام. تلفزيون الصويرة نلتقي ببعض الشباب اللي شاركوا بالانتخابات، انتخبتوا إن شاء الله؟ إن شاء الله انتخبنا. شنو كان يعني شعوركم بهذا العرس الانتخابي؟ ماكو. شلون الإقبال؟ زين الحمد لله ماكو شيء، انتخبنا وماكو شيء. إن شاء الله خير. بدك شيء تقوله؟ اي تفضل. انتخبنا والحمد لله والشكر على اتمام عمليات الانتخاب ولا فرق بين جهه وجهه. احسن. ونشكر القوات الامنيه على كوادرها للامن على الناخبين ونشكر جهودكم. مبارك الله بيك ورحم الله عليك. شلون الاقبال على مراكز الاقتراع شفتوها؟ والله الحمد لله جيد جيد. شباب شلون الاقبال على مراكز الاقتراع؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام. نبارك طبعا للشعب العراقي اليوم بهذه المناسبه العظيمه واللي هو العرس الانتخابي، وان شاء الله يعني نتمنى التوفيق لكل مرشحينا. نتمنى انه يغيرون الواقع الاليم اللي مرينا به خلال هاي السنوات اللي مضت. طبعا الاقبال اليوم الحمد لله والشكر يعني شيوخ وشباب ونساء ومثقفين كلهم حضروا المراكز الانتخابيه والحمد لله والشكر. يعني خرق امن هنا ما موجود الحمد لله حسب اللي المراكز اللي احنا متواجدين بها. نعم. ندعي الله ونسال الله سبحانه وتعالى انه يغير الوجوه الكالحه التي لم تجب للعراق سوى الفقر والجوع ان شاء الله. هذه الوجوه اللي اقبلت والمرشحه حاليا للانتخابات ان شاء الله تغير الوضع. يعني ان شاء الله نقول القادم اجمل ان شاء الله. ان شاء الله املنا ان شاء الله. املنا ان شاء الله بالمرشحين ان شاء الله خير ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احد الشباب اللي شاركتوا بالانتخاب ان شاء الله انتخبتمو؟ الحمد لله. شلون كانت الامور داخل مراكز يعني الاقتراع؟ ما كلش كان ماكو اي ضغوطات ماكو على المواطن.
ونشكر القوات الأمنية على تساهلها للمواطنين. شنو كانت طريقتك على إقبال الناس؟ إقبال الناس على بالي يعني متوسط يعني عالم يعني تقبل وتنتخب وبعد ما بقى شيء الانتخابات ربع ساعة تنسد نقبل المواطنين يعني التوجه للانتخابات والاشراك بها ان شاء الله. احنا ندعو المواطنين على المشاركه، عندنا اقل ربع ساعه وقت، فاحنا نرجو من الناس ان تجي وتنتخب. نعم لازم، هذا وطننا بعد لازم الان ما يضيعون صوتهم، الحدد المصير هو هذا، بعد حدد مصيرنا كنا احنا يعني. احسنت، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. الله يخليك. اوجه سؤال فتجاوبون عليه، وش توجهون للناس اللي لحد الان متردده ما وصلت لمراكز الاقتراع؟ وعندنا مجال مثل ما قال دكتور صالح، عندنا مجال بحدود ثلث ساعه، والكل هم ولد مدينه ولد ولايه دكتور، يعني احنا ندعوهم للحضور والمشاركه، لان هذا يعني القضيه مصيريه. طبعا نتمنى طبعا من شبابنا بالصويره وشيوخنا وانه يتوجهون مراكز الانتخاب لانه باقي اقل ثلث ساعه. نعم. على مود بلك الله يحقق طموحنا ونشوف ولايتنا بناء شوارعها مدارسها، طبعا هي الولاية والصويرة. نعم. بالذات. نعم. كل المحافظات تعرفها انه هو قضاء منكوب. أحسن. 100%. اتطرق الدكتور لهذا الموضوع. نعم، عسى انه الله سبحانه وتعالى هاي الوجوه اللي اقبلت على مجلس النواب انه تغير حال الصويرة ومرشحينه، وان شاء الله بهم البركة ونتأمل منهم خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. احنا نشكركم شباب ونشكر هاي وقتكم الحلوة ويانا. دكتور صالح كانت بدايتنا وياك الحقيقة، فاحنا نحب نختم وياك ان شاء الله، يعني كلمة أخيرة توجهها لكل أبناء مدينتنا، للشعب العراقي بصورة عامة وأبناء مدينتنا الصويرة خاصة. أنا أقول اللي ينشد التغيير في هذه صناديق الانتخابات، باقي قدامنا ربع ساعة بين الطموح والتغيير وبين حقيقة التغيير. أدعو أهل الصويرة التوجه لمراكز الانتخابات من أجل التصويت وانتخاب الأصلح. شكرا جزيلا دكتور.